عام لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية. بس هنعمل ايه بقى؟ الحذر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهادة الكبيرة وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار اقراب ايه اللي انت؟ ادي اقراب. عدس. اهرام اخبار جمهورية يقرا البيثة. يقرا البيثة. قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعة وابيع جرايد؟ طبعا ينفع. انت مواطن مصري. اه. ليك حق في البلد دي. ليك في الجامعة، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بينا تداول للسلطة بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضايح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحل على الخضر الساعه بيقعد مرتاح. اشوفك في الميدان. في جحيم الله. كنت تعالى هنا، انت خدتني في طلبات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم، ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضو يا دكتور. كويس جدا. اتفضل. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده، ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت. أنا ساعتك؟ أيوة أنت. زملائك بيقولوا إن الإنسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب. أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج؟ أنا ما بهرجش والله، ده بيثبتوهم. ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم من التاكسيات ويروح حاطط لك السنجة وأنت قاعد. أنت طالب أنت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده أنا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ انت هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول لي مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة، تقول لي انفلات؟ يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فوق. انت هتقول لي اخبار يا رب جمهورية؟ يلا اقرا البيثة. البيثة ابقى من منكم بره بقى خلاص. يا سعادة البرنس، خليك كده حلو كده، مدلني كلها سهلة كده. انا جاي استلزق في قلب الجامعة هنا بدل ما اتنطط بره في مظاهرات. عايز تنصف معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تهزقني كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. وبعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع خلال السبتيه اهو. خلاص. حضرتك لازم ما في ظلم واقع على حضرتك. خلاص. كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم. حاضر. وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك. يلا حبيبي. يلا. اما نشوف اخرتها ايه؟ خش يا غلباوي. خش يا غلباوي. مش عايزين نبطل على حد. عم فكري. انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح. مش معقول.
أنا مش مصدق عينيا. شفت أنا قلت لك أنا بلاش العيال اللي داخلة وخارجة وطالعة عندك دي. شفت أدي آخرة الحشو في المحتي. أمشيك مع كام واحد من الغلمان؟ اسمعني كويس وما تفهمش غلط. أنا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني أنت مش عم فكري؟ ده أنت شكله خالص. أنا كنت من أحسن شيفات في مصر. اشتغلت مع أمراء وملوك ورؤساء. كنت باخد منهم هدايا أبيعها وأجيب بيها ذهب. ضربت في البورصة، قعدت سنين وربحت من البورصة أكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تتح بسلطته، حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال، فين الفلوس؟ اكتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تطعجيلي باليد ولا ايه حضرتك؟ خد كمان، امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زينين براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي، انا هقوم لك اكبر محاسب موجود في البلد، وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك 2. 2 ايه؟ خدها. انا هديك 2 مليون جنيه من 7. كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها. ايه الجمله دي يا عم فكري؟ يلا يا ابني اهو. يلا يا حبيبي. هو الحبيب اللي بتاعتك منه بتاعته فوق. مين يا ابني؟ يلا يا حبيبي. ايه اللي بتاعتك منه فوق؟ الحاجات اللي خاطر اعرف ان اللغز العظيم. الله يا جلباب. الحاجات فين؟ انت معاك مين يا ابني؟ اللغز العظيم ايه؟ الميل. الميل. اللغز ايه؟ يلا. والله حلوه شقه عم فكري دي يا خير. ودي ايه دي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما رضيتش عليا يعني، بقولك ده ايه اصلا؟ ده اسمه كمبيوتر. هو اسمه كمبيوتر. اشتغل دلوقتي هتشوف. طبعا عم فكري انت بس، انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ بعدين ايه الحيل دي؟ يعني اصعب يعني، هل قصده يعني هو يقول لك ايه الليل وعنده مثلا قرد عايز يوصي عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي، عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد، بنت اسمها
استنى هطلبها. الله ايه يا عز؟ ايه يا خلاص عمال تيري بكتيري بكتيري بك. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتصرفش خالص يا هادي، عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني، هتريحني منك؟ وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، انك عندها تونتك. دي مسكونة ولا ايه؟ انت انت انا انا بص لي هنا، قرب قرب هنا، تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا 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 خلاص، لا اصل انا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى، اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيمة. خد الرقم ده عندك، سجله ودي لعم سلطان. انت كاسيمة. طيب قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي، مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده. خلاص خلاص خلاص، هقوله خلاص. 012 01 012 01 0 1 7 7 7 6. حاضر حاضر. شايف الخلقة دي؟ أيوة شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ أيوة، دور وشك ناحية تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شوية. أيوة حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي هتستلمها إمتى؟ أنت بقى الهيرو بتاعها. أنا هنجيبك وأنا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ أنت فين يا خالي؟ أنت فين يا خالي؟ يا هادي تعال، أنا هنا يا هادي. ايه ده يا خال؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي، تعال ادخل يا هادي، انا بتصرخ بره. ادخل جوه. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي، طلعت خلاص. يا خسارتك يا تتع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من المرايه تضرب كوره. طب اهدى بس يا خالي، مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط، وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك، خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي، ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي، هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمة يا مصر. انقر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. إن لله وإن إليه راجعون. اللي أنا عايز أقوله إيه يا خالي؟ إن الدنيا اتطورت. اتنورت. والتكنولوجيا بقت سهلة. والناس دي معاها الصورة بتاعتك. معاها الصورة؟ معاها الصورة خلاص. يبقى مفيش فايدة من الهرب. مش هيدا من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا؟ بس ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك. تصدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم، قلت له عايز بس فكس. طب هات يا خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه؟ اميره يا خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. امينه. اميره. 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 أميرة. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01 كده يا خالد. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعه لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي، وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه الاحتمالات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين.
وفي كل رقم هنجرب مره، يعني هنقعد نجرب من 0 ل 9 في اخر النمر لحد ما نلاقي النمر اللي احنا عايزينه. ايه هذه كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه هذه؟ الله، في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك.